اخبار اليوم. ثواني، هو بيقول الف شكر ليكوا وهو مش بيتاخر عن الصحافه ولا الميديا. هو بيقول يا جماعه ان هو بعد ما يخلص الزياره دي بيستمتع بس بالدقيقتين لنفسه. هو بيقول انا مش همشي الا لما اجي لكم واقول لكم وتاخدوا مني اللي انتوا عاوزينه. يلا يا جماعه لو سمحتوا. شكرا.